كانت بتحلم إن جوزها مع أخوه هما الاتنين بيدخلوا عليها الحمام أثناء ما هي بتاخد حمامها، وبيبتدوا هما الاتنين ينهشوا جسدها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة، وقصة جديدة مثيرة ومشوقة. شكرا في البداية لبطلة قصة النهاردة على رسالتها لبرنامج المحاكمة. بتقول إن قبل حوالي 8 سنوات هي كانت من قرية صغيرة من ضواحي محافظة الجيزة، ولكن قرية فيها الطابع الريفي ما زحفتش ليها المدنية بشكل كبير. كان في طرف قرابة ما بين والدتها وما بين عيلة والدتها اللي موجودة في وسط المدينة في حي شعبي من أحياء مدينة القاهرة. المهم الزيارات والكلام وتبادل المعارف، البنت صاحبة الحوالي 20 سنة بعد ما خلصت دراستها المتوسطة كان ليها نصيب ان هي تتجوز قريب والدتها، وسابت القرية وراحت عاشت في المنطقة الشعبية دي. من العادات والتقاليد الموروثة عند والدتها وفي القرية اللي هي منها انه دايما في حاجة اسمها مواسم، يعني كل موسم او مناسبة الام تشيل حمولة كبيرة فيها اكل وفيها حاجات كتير قوي من الخزين اللي يلزموا البيت، وتاخده وتروح توديه لبنتها، لدرجة ان هي بتقول انه جوزي ما كانش بيصرف اي مصاريف في البيت، انا اكلي وشربي وكل مستلزمات مطبخي كانت امي اللي بتجيبها تقريبا كل شهر وفي مناسبة وغير مناسبة. الزوج أخذ على الموضوع ده وتحول الموضوع بالنسبة له من فكرة مجاملة أو حاجة بتعملها الأم من طرفها لأنه فرض عليها إن هي تجيب كل مستلزمات أكل بنتها. بعد فترة من الزواج تخطت السنتين رزقت بطفل والأم بترحل. بعد الوالدة ما رحلت ما خلاص انقطع المداد، فما بقاش فيه اكل ولا شرب بيجي من عند الوالدة، والراجل نايم في البيت ما بيشتغلش، لغاية ما البنت بتقول ان كان بيمر عليا يوم واثنين وثلاثة مش لاقي اكل بالمعنى، بيتي ما فيهوش اصلا رغيف عيش ولا اي حاجة اكلها، وكانت بطني بتتقطع من الجوع، والراجل نايم في البيت ولا بيشتغل ولا بيصرف ولا بيعمل اي حاجة. اتخنقت راحت لاخواتها في البلد، قعدت مع اخواتها في البلد يوم واثنين وتلاتة لغاية ما الراجل جه وقال لهم حقكم عليا، انا بس كنت بمر بظروف والنفسية والظروف وانا اعمل ايه والسوق واقف والشغل واقف، معلش حقكم عليا، ده بنتكوا دي على راسي، دي مالك، ده حبيبتي، دي في قلبي، والطريقة والبقين اللي حضراتكم عارفينهم اللي بتقالوا في الظروف اللي زي دي، لغاية ما البنت لانت وقررت ان هي ترجع تاني للزوج، وتكرر الموضوع وبدأ يعنفها ولا اكل ولا شرب ولا مصاريف، ويوم يشتغل و15 لا. لغاية ما البنت ورثت قرشين من البلد واخواتها وزعوا الميراث بتاع والدتهم ونبها قرشين. المهم اخدت القرشين دول وقررت ان هي تستثمرهم، فراحت اشترت محل كبير وقررت ان هي تأجر المحل ده. المبلغ اللي كان معاها ما كانش يكفي تماما المحل اللي هي عينها عليه، فجاء اخو جوزها قال لها المحل ده بكام؟ قالت له بعشرين قرش، قال لها انت معاكي عشرة وانا هحط عشرة ونشتريه ونأجره لان مساحته كبيرة، الفلوس اللي هتيجي منه بالنص ما بيني وما بينك، وانا عارف ظروف اخويا وما بيشتغلش وهو كذا وهو كذا وهو كذا. فكانت النتيجة ان البنت قالت ماشي، انا لو جالي نص ايجار انا هقدر ادبر بيه مصاريف البيت. المحل اتشرى، وبعد فترة صغيرة جدا من المحل اتفاجئت بجشع اخو جوزها الكبير جدا، وانه بيتقرب لها بشكل مش لطيف، ويروح للراجل او الناس المأجرين المحل الكبير ده ويجيب القرشين ويبتدي يرزل عليها بشكل مش حلو خالص. المهم البنت اتضايقت وتعصبت وانفعلت وبدأت تصده، فهو كمان عمل فيها يعني مقلب مش كويس. المقلب كان انه عرض المحل ده للبيع، ولما عرض المحل ده للبيع قال لأخوه طيب بدل ما نبيعه لحد غريب ما أنا ممكن أديك القرشين دول وخدهم في إيدك واعمل بيهم مصلحة وكذا كذا، وراح بالاتفاق مع أخوه اداله مبلغ وقال له خلاص المحل بقى بتاعي، وجابوا ورقتين وكتبوهم وظبط. المهم طبخوا الطبخة وراحوا قالشين
البنت من المسألة دي والزوج أخذ المبلغ وقال لها خلاص أنا أخذت المبلغ لأن أخويا هيبيعه يبقى يبيعه بمعرفته وخلاص. البنت مسكت المبلغ الصغير اللي في ايديها وكانت بتبكي ومنهارة مش عارفة تعمل ايه. اخدت الفلوس من تحت درس جوزها طبعا اللي طبعا اخد منه جزء وراحت لاخواتها في القرية قالت لهم انا كده الفلوس ممكن هتطير مني وهتيرها مني ارجوكم اعملوا لي اي حاجة. فاخدوا حتة ارض صغيرة وراحوا بنين عليها بيت صغير بمائي المبلغ. اخدت الطفلين اللي عندها وراحت البلد عاشت مع اخواتها فترة صغيرة جدا. والراجل قال البلد ما فيها الشغل وانا زهقت من البيت ومن اخويا ومن الحركات ومن المسائل والبيت ده اللي عندك ده اللي انت بنيتيه الشقة الصغيرة دي انا هعيش فيها وهشتغل في الارض مع اخواتك واعمل اي حاجة. راح بالفعل القرية دي ولكن برضو الحال ملازمه ما اشتغلش ولا عمل اي حاجة. والبنت بدأت تطلع تشتغل في مصنع من الصبح للمغرب وترجع بعد المغرب تلاقي سيعنتر قاعد في البيت بيشيش وجايب حشيش وجايب مش عارف ايه وقاعد لا شغلة ولا مشغلة وبيتحكم فيها وبيشتمها وبيضربها تأخرت ليه رحت لفين كلمت مين في المصنع صاحب المصنع بلغيكي ده انا جاي لطرقتيش كلام امشي كويس احسن لك ما تبقيش تكلمه فلان ما تكلميش فلان. وبدأ يشكك في سلوك الست دي خصوصا وانه في المرحلة اللي هو وصل لها من كتر شرب الدخان والمكيفات والمخدرات ما بقاش يصلح بشيء ما بقاش قادر على أداء واجباته الزوجية. فبدأ الموضوع يبقى رد فعل عكسي وهجوم وتنمر على الزوجة ان هي بتخونه مع ناس وست بتقسم ان هي عمر ما حد لمسها من يوم ما اتولدت لغاية اللحظة دي سوى في الحلال مع هذا الشخص. بتقول انا اعمل فيه ايه النهاردة انا تعبت من كتر الضغوط النفسية اللي انا عايشة فيها الراجل ده اصبح عال عليا انا صاحبة السكن وانا اللي بشتغل وانا اللي باكل وانا اللي بربي وانا بعمل كل حاجة وهو ما عندوش غير قلة الادب والتطاول وانه عال عليا طول الوقت. وانا بقول له يا اخي استحي على دمك وخلي عندك دم وخلي عندك كرامة وخلي عندك احساس طالما عندك صحة وطالما انت متزوج وعندك بيت وعندك التزامات يا اما توفي بالتزاماتك دي كرجل يا اما تسيب بنت الحلال وتخف عنها حملك وتسيبها تربي الطفلين اللي عندها طالما ان هي بتشتغل شغل شاق زي ده وتشتغل عدد ساعات طويلة عايز منها ايه تاني يا اما ينصلح حالك واما تراعي ربنا في بنات الناس يا اما تشيل نفسك يا اخي على الاقل وتحل عن كتاف الست دي وتروح تقعد مع اخوك ولا مع اهلك ولا في المكان اللي انت جاي منه. بنات الناس مش لعبة بنات الناس امانة. وانت يا ست البنات يا محترمة من خلال رسالتك الطويلة اللي انت بعتها لنا بقولك اقعدي مع اخواتك تاني وهاتي اخواتك واشرح لهم بالظبط الحال اللي انت وصلت ليه وقول لهم ارجوكم ارحموني من الشخص اللزج ده اللي ما عندوش اي كرامة ولا احترام. يا اما يعمل معاكوا اتفاق ويوفي بيه ويبطل اللي بيشربه ويراعي ربنا ويشتغل ويكفلني ويكفل بيته يا اما قلته احسن اذا كان هو من وجهة نظري او اي حد على هذه الشاكلة. هسيب لحضراتكم المساحة مفتوحة في التعليقات للرد على صاحبة قصة النهاردة. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة ونلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة.